مشاهدينا أهلا بكم إلى موعد جديد في رحاب الحالمة، وفيها دائما يطيب اللقاء. مواضيع عدة ستشكل بناء هذه الحلقة، بعضها سيكون مثار نقاشنا مع جهات ذات الصلة ابتغاء إجابات على بعض جوانب الغموض، وأخرى منطلقها استطلاعي يكشف سخاء الأرض في تعز وما تجود به على الإنسان. كما سيكون لنا وقفة مع مبدعين عملوا في التربية وأبوا إلا أن يكون لهم بصمة في تعليم الصغار، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: بعد إلغاء الدفع عبر البريد، مواطنون في تعز ينتقدون حصر تسديد فواتير المكالمات والإنترنت عبر نافذة واحدة في مكتب الاتصالات، ويعتبرون الإجراء تعسفاً بحق المشتركين. في السواء بالمعافر، مشاتل لزراعة الخيار والبيبار بإنتاجية جيدة. لينو لعبة أوراق من تصميم مدرس بهدف تعليم الأطفال القراءة ونطق الحروف بشكل سليم. مشاهدينا، أثار اعتماد مكتب الاتصالات بتعز نافذة واحدة للتعامل مع جمهور المشتركين وحصر تسديد فواتير خدمة الإنترنت والهاتف بالمكتب الرئيس استياء لدى شريحة واسعة من المواطنين. وقال مشاركون في الخدمة بأن إيقاف تسديد فاتورة تكلفة الإنترنت والمكالمات عبر مكاتب البريد المنتشرة في المدينة يثير الشكوك بشأن هذا الإجراء الذي يضاعف معاناة المواطن بإجباره على الوصول للمركز الوحيد والانتظار لفترات طويلة ضمن طوابير مزدحمة. على هذا النحو وما إن ينتهي مشتركون من تسديد فواتيرهم الخاصة بخدمات الإنترنت والهاتف المحمول، حتى يحل آخرون محلهم في طابور طويل بانتظار الوصول إلى متعهد التحصيل بمكتب المؤسسة العامة للاتصالات بمدينة تعز، وهو المكلف الوحيد بتحصيل رسوم الخدمة بعد إغلاق كافة نوافذ تسديد الاشتراك عبر مكاتب البريد. قلنا نطلع من قبل هنا سريع، لحين تقول اشتراء يومين ثلاث أيام، لحين شما قلنا قلتوه مغلق، تمام، يدخلوا على واحد واحد، سيقول لك خلاص، الشبكة مدبوش. كان بالبرد المصلة تروح سريع خمس دقائق انت بالمصلة تسدد تجزاء، لحين تقلش ثلاث أيام. الازدحام أمام مكتب الاتصالات صورة تعكس معاناة الكثير في ظل مكابدة المواطن وتحمله عناء الوصول إلى مقر الاتصالات الواقع شرق المدينة. معاناة يقول مواطنون أن سببها إجراءات تتخذها المؤسسة في صنعاء، ويتحمل جمهور المشتركين في تعز تبعاتها في وقت يعاني المستفيد من رداءة الخدمة دون أي تحسن في الشبكة من قبل المزود الوحيد المتمثل بالمؤسسة العامة للاتصالات ومقرها صنعاء. المواطن يعاني من ضعف شبكة النت، من انقطاع النت، من صعوبة تسديد النت، وهناك ضعف شديد مرة في النت من ناحية الشبكات الإفريقي في تسديد النت. دحين في إقفال اسمه تسديد النت وانقطاع النت من محافظة العاصمة صنعاء. ليست رداءة الخدمة وحدها من يلخص الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة الاتصالات في هذه المحافظة، بل إن صورة المبنى والأضرار الظاهرة عليه الناتجة عن تعرض المنشأة وتجهيزاتها للتدمير بفعل الحرب هو من يقرب الصورة أكثر ويلخص الوضع الصعب الذي يعيشه هذا القطاع الهام. طبعاً الموظفين كلهم يعني الموجودين طبعاً هم معظمهم نازحين، والموظفين الموجودين هنا يعملون في ظروف يعني متعبة، يعني معروفة مع ظروف الحرب، وفي ظل إمكانيات شحيحة مع الحصار، يعني الأدوات تصل من الحوبان فترات متباعدة وطويلة،
ويعني ويجد صعوبة في الصيانة. يتحدث الموظفون عن جهود مضاعفة يبذلونها في سبيل استمرار الخدمة، ويقولون إن نزوح كثير من كادر الاتصالات خارج تعز وتأثيرات الحرب الممتدة على بنية الاتصالات من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وللبحث في هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ محمد عقلان القائم بأعمال مدير عام مكتب الاتصالات بتعز. أهلا بك معنا أستاذ محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية، ما هو مبرر اعتماد نافذة وحيدة لتسديد فواتير خدمة الإنترنت والهاتف النقال والمحمول، ولماذا تم إيقاف التسديد عبر البريد؟ والله سابقا هي كان وكل عملية التحصيل للهاتف الثابت والنقال والإنترنت عبر البريد، وذلك لدعم البريد بنسبة من التحصيل لرفع كفاءة البريد ولتغطية السيولة النقدية لدى البريد لمواجهة صرف الرواتب والأشياء الأخرى. لكن نتفاجأ أن البريد قبل أسبوعين قام بعملية توقيف التحصيل مباشرة بالكامل دون أن يبلغنا بشيء أو يبلغنا بذلك، مما سبب على ازدحام المواطنين لدينا في المكتب، ولم نتمكن من فتح نوافذ أخرى لأنه لا يوجد لدينا إلا متحصل واحد للحالة الطارئة أما والحالة مبيعات الهاتف. طيب، هل لم يكن هناك تخاطب مع هيئة البريد يعني لمعرفة الأسباب، ولماذا هذا القرار المفاجئ؟ تم التواصل مع الإدارة العامة في صنعاء بهذا الخصوص ولم يفتونا بشيء لحد الآن، يعني لحد الآن لم يعملوا أي حلول أو مقترحات اللي نتمكن من تجاوز هذه المشكلة. نعم، إجبار المواطن على الذهاب إلى مقر مكتب الاتصالات لتسديد تكلفة خدمة الإنترنت والهاتف ألا يؤدي إلى طوابير طويلة ومزدحمة وتكدس الناس أمام مكتب وحيد لتحصيل رسوم خدمة الاشتراك؟ نعم، لقد وضحت الرؤية أيضا أن التكدس المواطنين والمشتركين في نافذة التحصيل الموجودة الوحيدة في مكتب بالإدارة بسبب توقف البريد للتحصيل، وأيضا عدم وجود نوافذ أخرى لدى المؤسسة في بقية المدينة، يعني فبقى التحصيل مقتصر على المكتب الإدارة العامة للاتصالات في الفرع. البعض يثير شكوك حول هذا الإجراء والذي قد يكون خلفه مسؤولون الاتصالات في صنعاء حيث المقر الرئيس لشركة الاتصالات. لا أعتقد أنه هناك أي بوادر أو أشياء تعمل على الحد من التحصيل، يعني باعتبار أن شركة عمل المكتب لا يزال مرتبط في صنعاء ومكاتب المحافظات يهمها التحصيل، يهمها أيضا السيولة النقدية، يهمها تصرف رواتب الموظفين، تصرف الموازنة التشغيلية، لأن هناك موازنة تشغيلية تتحملها المؤسسة، فإذا لم يكن لديها تحصيل للإيرادات كيف بتواجه الأشياء هذه؟ طيب، موازنة مكتب الاتصالات أو مؤسسة الاتصالات في تعز ألا يساعدها على فتح أكثر من نافذة للتعامل مع المشتركين فيها؟ نواجه هناك المتحصلين اللي كانوا موجودين لدينا في الإدارة من بداية الحرب تم النزوح للمتحصلين وغير المتحصلين، فنيين وإداريين وغيرهم. الآن الكادر الموجود هنا في الفرع قليل جدا، لا يتجاوز 20 موظف إلى 30 موظف. طيب، عملية النزوح هذه هل أثرت على أداء أو عملكم في المكتب، خصوصا وأن عملكم في جانب خدمة وتقنية المعلومات؟ نعم، لها تأثير كبير جدا. النزوح من أسباب تعطيل الخدمات وجودة الخدمات أيضا، لأنه خدمة كيف تتعاملون مع نقص الكادر حاليا؟ بالموجودين فقط، نديهم فوق طاقتهم يعني. نعم، أيوة.
أيضا الناس يشكون في تعز من ضعف خدمة الإنترنت وتغطية شبكة الهاتف النقال، لو تحدثنا عن أسباب هذا الضعف. ضعف خدمة النت في المدينة بشكل عام حتى على مستوى خارج المدينة في عدة أسباب. أولا رداءات الشبكة النحاسية متقادمة، وكثرة الأقطاع للكابلات وإعادة التركيب يسبب ضعف النت. أنت لنفترض نحن الآن في سيارة وماشيين في خط سريع، مطبات، كل مطب يأخذ وقت وتراجع للسرعة. الانترنت هو عبارة زي شكله يعني يؤدي الخدمة مثل تحرك السيارة، إذا توقفت توقف الانترنت، إذا مشت مشى الانترنت، عبارة عن سرعة محددة بالكيلو بايت وبالميجا وبالهذا. فهذه من أسباب أيضا رداءة التسليك الداخلي للمشتركين للهاتف، لأنه النت يمر عبر الهاتف عبر الهاتف الثابت. نعم. الأسلاك يمكن يكون في رداءة في الأسلاك، رداءة في التركيب، رداءة في المودم، رداءة في عدة حالات، يعني ما تقدرش تحددي نقطة واحدة أو جزء واحد. ايضا انقطاع الكابلات البحريه وانقطاع هذه قد سمعت ايضا تدمير كثير من الكابلات يعني في مدينه تعز، هل هذا اثر على خدمه الانترنت يعني بشكل عام؟ نعم، الانترنت الان عندنا محصور على مناطق محدده، اما بقيه المناطق مثلا معك الجمهوري، المقليه، القحمليه، لا صاله، هذا منقطع الاتصالات الثابت، زاد الانترنت، زاد حتى ايام الموبايل، لانه ضربت المحطات بعضها بطيران، بعضها بقذائف دبابات، قذائف وبعضها سرقات منهجة يعني. الآن عندك، شوفي لو عندنا هنا في الاتصالات من جوار مكتب البريد، المكتب العام للبريد هنا إلى نص المدينة، تعتبر المنطقة الشرقية كامل مع ثعبات مع الجمهور، سحبت الكيبلات من تحت الأرض، من تحت الأرض، من تحت الأرض، يسحب الكيبل. يعني هل هناك عملية نهب يعني نهب إضافة إلى التدمير ولا نهب منظم وتدمير ممنهج، نقول إحنا مش إنه عفوي يعني. تقطع الكيبلات وبيعها كنحاس بعد إحراقها، يعني 50 سنة بنية تحتية، 50 سنة تدمر في فترة وجيزة جدا بأقل من 2 أو 3 أشهر، مما اضطرنا إلى حماية المدينة بفتح غرف التفتيش والمناهل ودفنها بأتربة حتى نحافظ على الموجود، وصبها بصبها يعني علشان ما يقدرش يحفر ويطلع الكيبل. نعم. ولا كان انتهت البنية التحتية للمؤسسة العامة للاتصالات بالكامل بشكل كامل في المدينة كامل. نعم. هذا سبب يعني حافظ على نوعا ما بعض من الموجود. نعم. أستاذ محمد، تعملون في مؤسسة الاتصالات في ظروف صعبة في ظل الحرب والحصار، هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة كيف أثر على عملكم في المؤسسة؟ مؤثر على عملنا بشكل كبير جدا، حتى أنه الآن لن نستطيع إدخال أي قطع غيار أو كيبلات أو بسبب إقفال المنافذ البرية والبحرية، توريد أي توريد كيبلات أو أجهزة أو سنترالات أو ما نستطيعش يعني. الآن لنا 6 سنوات ما قدرناش ندخل أي قطعة. نعم. بسبب الحصار. إذا الأستاذ محمد عقلان القائم بأعمال مدير عام مكتب الاتصالات بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. تشتهر منطقة السواء التابعة لمديرية المعافر بأراضيها الخصيبة وتربتها الجيدة التي تؤهلها لإنتاج وزراعة العديد من المحاصيل والثمار، ويعتمد الكثير في السواء على البيوت الصناعية لزراعة الخضروات، وهي محمية تعتمد نظام الري والإنتاج الزراعي الحديث. نتابع. في منطقة الضبيعة توجد الكثير من هذه المحميات الزراعية التي تخصص لإنتاج شتلات لخضروات مختلفة الأحجام والأصناف. تقع منطقة الضبيعة ضمن نطاق عزلة السواء،
التابعة لمديرية المعافر جنوب مدينة تعز. تشتهر البلدة بغزارة مياهها وخصوبة تربتها، لذلك فهي تضم أراضي زراعية واسعة تنمو فيها الأشجار وتتكاثر النباتات، سواء في الأراضي المستدامة أو في المحميات الاصطناعية. في هذا المشتل توجد نبتة الخيار، وهي واحدة من أنواع الخضرة التي تشتهر منطقة الضبيعة بزراعتها وتسويق ثمارها. توجه المزارعين إلى الزراعة الحديثة، وهي بالبيوت البلاستيكية والبيوت المحميات الحديثة الذي تزرع بشبكة التقطير، والذي يكون فيها عاملين أساسيين هو زيادة الإنتاج وقلة التكاليف، هذه الأهم الأساسي. فبدوا منذ 4 سنوات أو 5 سنوات، بداية تدريجيا من 2 إلى 3، الآن الحمد لله تقريبا دخلت المديرية بشكل عام أكثر من 500 بيت. زراعة الخيار في المحميات لا يكلف الكثير مقارنة بزراعته في الأراضي المستدامة، ومع ذلك فهو يحتاج إلى عناية للوصول إلى محصول وفير عالي المردود. مديريتنا ولله الحمد الآن دخلت في زراعة الخيار المحمي، وفيه استفادة كثيرة، لما مثل ما اتفقنا من قبل انه قلة في التكاليف وزيادة في الانتاج. يعني البيت المحمي ممكن تزرع بحدود 1000 شتل خيار، ال1000 شتل الخيار ممكن تنتج لك ما يقل يعني بالسلة عن 40 إلى 35 سلة بالقطفة الواحدة، يعني بكل اسبوع ممكن تقطف قطفتين، وهذا رافد ما شاء الله. وإلى السوق اليوم هذا ما شاء الله السلة ب10,000 ريال إلى 11,000 ريال. يستفيد المهندس الزراعي من تخصصه للعمل في أرضه وتنمية الشتلات في هذه البيوت، لذلك فهو يقول إنه يكرس جهوده لخدمة النباتات وفق أسس علمية ودراية تامة بمواسم الإبدار وصولا إلى قطف الثمر. نقوم بعملية التشتيل للخيار، بذرة الخيار لسعر تكاليف البذور، نشتله في المشتل لمدة حدود 12 يوم أو 15 يوم، وبعدها ننقلها إلى البيت المحمي في الزراعة مباشرة، وخلال 7-8 أيام نبدأ عملية اللف، و 32 يوم بعد التشتيل 33 يوم نبدأ عملية القطف والإنتاج. في مكان قريب بذات المنطقة يعمل مهندس زراعي من أبناء السواء على لف نباتات البيبر على خيوط أعدها داخل المحمية تسهل تمدد فروع وأغصان النبتة وتسمح لها التسلق عليها بأريحية. بالتعاون الأرض تندي. بدأت النبتة تعطي ثماراً، وها هو البيبر يتدلى من على الشجر، فيفرح المزارع ويسر الناظر. يؤكد المزارع أن المشتل يعطي ثمراً كثيراً، وهو ما سيعود عليه بربح جيد. تزرع الشتلة من 25 يوم بعد الزراعة تبدأ بتسلق الخيوط، أبدأ بالخيوط الطولي وتشد الخيوط العراضي، شهر وعشر أيام أو شهر 15 يوم تبدأ بالإنتاج. أول قطفة من هذه قطف يعني حوالي 3 سلال، ثاني قطفة قطف يعني 8 سلال، والقطفة الثالث قطف 15 سلة. البيبر على غير بقية الخضروات
يعطي لمرات عدة في فترات متقاربة. تتكرر قطف ثماره وتزيد المداخيل بالنسبة للمزارع. بالنسبة للبيبر سعر السلة الآن حاليا ب5000 ريال، حوالي قنينة منه 72 سلة حاليا الآن. الطماط يصل سعره من 2500 إلى 3500 ريال. مردود مادي، قليل التكاليف داخل المحمية، قليل استخدام المبيدات، يوفر تكلفة المياه مقارنة بالساعة الذي بالأراضي المكشوفة، لأن السعر حق الساعة غالي بال 12000 ما قارب، أو أن الكمية حقه قليل باستهلاك المياه. يستفيد المزارع من التربة الخصبة في أرض السواء، ويخصص مساحات مختلفة للزراعة في الهواء الطلق. في المكان تنتشر نبتة البطيخ المتعرجة، وقد بدأ هذا النوع من الفاكهة بالإزهار والإثمار. في الضبيعة كما في بقية مناطق المعافر، تزرع الأرض بالطماطم والكوسة والفجل وأشجار المانجو وغيرها من الخضروات والفواكه، لذلك تمثل هذه المناطق رافداً مهماً للأسواق المحلية، وتمد السكان بكل ما يحتاجونه من الخضروات. عمل في مجال التعليم بمدارس تعز لنحو 30 عاما حتى أصبح اليوم في قطاع التوجيه، ورغم هذا العمر من الخدمة لم يجد الأستاذ والتربوي خالد الأكحلي فرصة للاسترخاء، بل ظل متقد الذهن شاغلا عقله لأجل الوصول إلى طريقة تسهل على الصغار تعلم القراءة ونطق الحروف. في الفقرة التالية سنسلط الضوء على لعبة لينو التي ابتكرها هذا المعلم كنموذج تعليمي ييسر على الصغار القراءة بشكل سليم. تبدو لعبة أوراق عادية يتبارى فيها المعلم مع هاتين الصغيرتين، والحقيقة أنها جلسة تسلية بغرض التعليم، من منطلق أن الرياضة الذهنية والتسالي هما المدخلان المناسبان للأطفال وجذبهم نحو التعليم. هذا الباكيت هو لعبة لينو، وهي من ابتكار المعلم والتربوي في تعز خالد الأكحلي الذي يعمل في مجال التدريس بتعز منذ 30 عاما. يقول الأكحلي إن الطريقة هذه تساعد الصغار على نطق الحروف ضمن نهج القراءة، خصوصا في الصفوف الأولى من التعليم العام. اللعبة هذه بنيت على أساسين، الأساس الأول هي نلعب، يعني الطفل يقول تعال نلعب، والطريقة الثانية والفكرة الثانية نعلم الطفل أصوات الحروف أثناء اللعب. ولي الأمر أو المدرب يلعب مع الطفل ويطلع صوت يقرأ، يعني يكون يقول آ ك ها والطفل يستمع، لكنه لا يطلب من الطفل أن يقرأ، لأنه لو طلب منه يقرأ يحس الطفل أنه يتعلم وذلك يمل منه بسرعة. وعن البدايات وكيف تبادرت فكرة تصميم النموذج، يحكي الأستاذ الأكحلي أن المصادفة هي من يقف وراء ابتكار هذا النموذج للمساعدة على تعليم الصغار. وحين كانت ابنته الطفلة لين تلعب بألعاب أوراق وتحفظ ألوانها رغم أن عدد أوراق اللعبة تزيد عن 100 ورقة. قلت أنا كمتخصص في تدريس الأطفال، طبعا عمري التربوي 35 سنة في الميدان، فأخذت كرتون أو أوراق من الأوراق الوسائل التعليمية وبدأت أقطعهم وأكتب فيهم الأحرف بالحركات الثلاث بالفتحة والكسرة والضمة، وبدأت ألعب مع طفلة. لاحظت أن البنت حفظت الأرقام الحروف كاملة بالحركة الأولى في خلال 3 أيام. واحد،
يعتمد النموذج على تقديم كل حرف من الحروف الأبجدية مع حركة واحدة من الحركات الثلاث. ولإجادة الطفل القراءة لابد أن يبدأ اللعب على 28 حرفا بحركة واحدة، لينتقل بعدها إلى الحركة الثانية فالثالثة، وهو ما يمكنه من القراءة بعد فترة وجيزة بشكل سليم. بعض الأطفال يوصل صف ثاني ثالث رابع وعنده مش عارف يقرأ بالرغم أنه حافظ الحروف، لكن بطريقة اللي نوع باللعبة هذه الطفل يستطيع أن يقرأ جازما خلال الشهر، يكون الولد قد جاهز يقرأ تماما. يؤكد صاحب النموذج تسجيل فكرته في وزارة الثقافة ونقابة المعلمين لحفظ الحق الفكري، ويعرض مقاطع مسجلة يتحدث فيها عن نجاح نقل هذه التجربة لأكثر من مؤسسة تعليمية، ولا يخفي رغبته في تعميم النموذج على مستوى مدارس تعز والمحافظات الأخرى. دربت إلى الآن بالمشروع هذا في 6 محافظات 13500 أم ومعلمة، والنتائج كانت طيبة. إلى الآن ما حد درب أطفاله وقال ما في نتيجة. معلمة أكدنا تجربة النموذج التعليمي في الميدان، وأبدينا رأياً يؤيد ما ذهب إليه صاحب النموذج بخصوص استفادة تلاميذ الصفوف الأولى من تعلم نهج القراءة ونطق الحروف بشكل سليم. احنا جربنا البرنامج هذا، اللعبه حق الاينو، صراحه كانت من البرنامج الرائع للطلاب، لان الطالب يلعب ويتعلم، فكانت ممتعه لدى الاطفال واستوعبوا الحروف سريعا. ويعتبر نموذج لينو واحدا من النماذج التعليمية المتميزة التي تسهم في تبسيط وتسهيل وتقريب المعلومة إلى ذهن الطالب، غير أن غياب الدعم وعدم وجود اهتمام رسمي بالمبدعين هو ما يحد من الارتقاء لهذه المشاريع ويحول دون تطويرها والانتفاع بها. بهذه القصة نصل إياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، لنا لقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله.